الرياضة في الحياة يا أخ محمد، يعني طبعا غير الجسم الرياضي عن جسم الإنسان العادي. ليش؟ لأنك تلعب رياضة خاصة في هذه الأماكن الجميلة حلو. وبلادنا الجميلة، حلو. والشمس على فكرة مو بحارة، وأنت أجمل والله. أنت أجمل حبيبي. طبعا أيوب يوسف حبيب الجميل اللي الحمد لله معانا في جربها مرة، بيكون ضيفنا في وين أيوب؟ في ممشى إخواني. شو هوايتنا اليوم؟ اليوم هوايتنا هواية الجميع، اللي هي هواية الطفولة، هواية ركوب الدراجات الهوائية زي ما قلت سيكل. طيب نتعرف على الشباب اللي معانا اللي بيدربونا، خصوصا كابتن محمد المروي. حياك الله كابتن. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله كابتن. الله كابتن. طبعا مشكلتكم هاي الاجسام الرشيقة. رشيق انت. احاول تعبت وانا شاد بطني، فتكلموا عشان اخذ راحتي والكاميرا تكون بعيده عني. طيب اليوم هذه هوايتنا مشاهدينا الكرام بتكون الدراجات الهوائيه، طبعا نادي الاهلي مع نادي سكاي دايف اللي بيكون اليوم ان شاء الله معانا، وكابتن محمد المروي بيكون مدربنا وضيفنا. ناس ما تعرفون الاعلامي الجميل صاحب الاسلوب المرح اللي بيضيف للحلقه ان شاء الله في هذه الحلقه من برنامج جربها مره. حياك الله. اشك. طيب محمد تفضل، عندك اليوم أيوب المتدرب وأنا معاك متدرب، شو اليوم شو جدولنا؟ أول شيء سيكل دراجة. باقي دراجة، الحين بناخذ دراجة إن شاء الله. بضبط الدراجة وبنبدأ نمشي على الشارع إن شاء الله. حلو. بس بيني وبينكم محمد، يعني هاي الدراجات يقولون قيمتها غالية. بالفعل يعني مو بنفس اللي احنا اخذنا 300 درهم. لا غير 500 درهم. هاي توصل 60,000 وتوصل 100,000 دراجة. هي مو كلام ثاني، تبادل الموتر يوزيدك عليه. هذه ب 60,000 توصل، ايه لان اذا تشوفها تخفيفه مصنوع من الكايبر كربون فايبر. حلو. الوزن يكون شوي اخف. تكون تصميمها بعد مختلف، يكون سيابي مع الهواء. حلو. فتجيك هيك الهواء من قدام يمر مرور الكرام، ما يعيقك وايد. هندسه الفريم نفس الهيكل نفسه تساعدك انك تأدي اكثر في السباقات في التمارين. حلو. هذه طيب. الاشياء هذا بالنسبه للميزات. زين حلو نتكلم على الشكل، حتى الشكل يفرق عن دراجاتنا العاديه. طيب هي. نتكلم على الشكل، السكان اللي عندك، التواير، غرسه الماي هذه الموجوده، عطنا تفاصيل الدراجه. تفاصيل الدراجه نبدا من فوق لين تحت ان شاء الله. حلو. اول شيء عندك السيت. السيت طبعا شوي مختلف، هالمقعد ضعيف عشان ما ياخذ وزن كثير من الدراجه. طبعا اللي يعوض الضعف الشورت نفسه يكون فيه سفنجه تحت. للمتسابق. هاي السفنجه ايوه في المتسابق او المتدرب تساعد انه يتاقلم مع السيت. حلو. عندك السكان نفسه والمقود في اكثر من وضعيه، مثلا هالوضعيه شوي نكون مرتفعين. بس كيف في وضعيه بعد من تحت. حلو. عشان تكون سيابي اكثر مع السرعه من فوق. يعني اذا أيوة. بغيت اسرع انزل تحت. ايوه مثلا انت تمسك مره ونريح فوق اللي هو يضرب ف تخسر واط زياده، تاخذ من قوتك زياده. حلو. فاذا تنزل تحت على المدى البعيد 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو فتصرف طاقه اقل. اها جميل. انزين بالنسبه للسرعات كم توصل سرعتها تقريبا؟ توصل على حسب، في وايد عوامل في الدراجات، مثلا اللي هو تضاريس صاعد نازل. الجاذبيه نفسها، نوعيه الدراجه بعد، نوعيه الدراجه ومستوى اللاعب ايضا. اها حلو. فتوصل 60 80 100. كانت توصل 60 دراجة عن مزرعة 60 ما طاير. لا هذه مع البترول. اي بس هذه تطلب جهد. طيب تمارينكم محمد، عندكم جدول خاص لهالهواية؟ كيف تتمرنون ايامكم؟ جدول الاكل بعد؟ اكيد اكيد الاكل يلعب دور، نفس الشيء التمرين نفسه يلعب دور. في برنامج يكون للثلاث شهور الجاية ولا اربع شهور الجاية، في كل اسبوع نأدي البرنامج، في نهاية الاسبوع يجتمع مع المدرب يقيم البرنامج، شو استفدت شو ما استفدت، شو اللي ناقص منك، اي شيء مثلا نقطة ضعف في اللاعب يطورها في الاسبوع اللي بعده وعلى المدى الاسابيع الجاية. طيب حلو. هي رياضة عالمية؟ اكيد اولمبية. رياضة عالمية ومنتشرة كثير، ونحن عندنا بدأت تنتشر بعد، خاصة بعد طواف دبي. وايد انتشرت وصارت يعني مرغوبة. قبل تقولون شو تلعب دراجات؟ لا تسوق سيكل؟ اي بالضبط احنا يعني. نسيني فيها كثير. الحين لا بالعكس، يعني يقول لا وين يشترون الدراجات، شو اشتري دراجه، شو الفرق، هاي احسن ولا هاي. فبدت الثقافه شوي تتغير عندنا. ايوب ممكن نشوفك في يوم تسوق دراجه في الشارع ان شاء الله؟ اكيد. يعني ليش اليوم بتشوف اليوم لا في الشارع براوي كذا انا ما طلعت
طيب انزين الاخير عايز خلينا نبدا عملي على طول مع ايوب. حاضرين ايوب. لا معاك بس انت البدايه شو اللي بنسوي الحين؟ الحين بناخذ على اساس نسبه الامان والطيحه صح؟ اكيد. ايه يا سلام. هذا ايه هات الكاب. ايه ريح هات الكاب كابتن. مشكور بس اوكي وصلتها من هنيها من المكان. ايوه طبعا مقاسات هذه بعدها ايه فتكبر بسرعه. تفضلوا شباب هذه خلوها عندكم. ايه زين ايوه والنظاره فوق. النظاره للعلم ما يعني تركب عاد حتى النظاره يبغى نطقم اليوم على اساس انه الواقع ما في مشكله تحك في الواقع عادي. زين يلا زين كيف بطلته؟ ايوه لما كانت راصه عليك صح؟ مين تحطها هنا ورا هذا؟ زين طيب كيف تصكها من هنا من تحت؟ فدي؟ احنا رياضيين متفاهمين يعني بس انت يعني اوكي انت اخذ لك مال المبتدئين. زين نوعيه الدراجات نفس ما قلت محمد لكن بعد الوزن له دور صحيح؟ فوت ما تفرق وايد في التمرين هذا الحين اللي بنسويه اوزان الدراجات لان كلنا بنمشي نفس المعدل تقريبا. حلو تفرق وين؟ لما يكون لعيبه مستواهم وايد عالي ومتقارب فتفرق مثلي انا يعني بالنسبه لمحمد يعني كيف يعني مستواه يعني تو مبتدئ وها فكيف يتعامل مع الدراجات؟ لا بيكون كفو ان شاء الله اليوم الحين. طيب الكرسي مو مرتفع هذا ولا المفروض ينزل؟ لا اوكي ضبطنا على قياسك يعني هذا قياسي الحين شيء؟ ليش ايوب نازل وايد؟ لا لان الله يسلمك لا انا اطول لكن انا نفس الطول بس انا واقف عالي. طيب خلاص الحين يلا مستعدين نبدا نتمرن؟ زين تمرينكم احنا ما نعرفه طبعا احنا بنمشي وراك والله الحين لا عادي بنطلع كلنا ويا بعض وبنتعلم بسرعه يعني انا اخاف اني اطوف محمد فما ادري وبعدين اخاف يقولون طيحه اسمه الرياضي والقبر يعني بالنسبه لا فعليك لا الامور طيبه ففي بريكات في البريك اللي على اليمين هذا البريك هذا ما كلمتنا عنه البريكات كل الخلفي بريك خلفي اللي على اليمين واللي على اليسار هو البريك الامامي خلنا الحين البريك الامامي بعيد لانه بتكون سرعتنا عاديه فبنستخدم الحين البريك الخلفي اللي هو اللي على اليسار اللي على اليمين اللي على اليمين على يمينك جرب انت بيكون الرنج الوراني ثابت. حلو طيب بسم الله نبدا يلا نبدا مستعد ايوب فوقه يلا لا لو شال السيكل عارف الموضوع ايه لا شوف حتى بيقول لك من الخبره انك تمسك السكان باليمين يلا شباب والبطن من هذا اسمه باليسار يعني على اساس الحلال والحرام. كنت تسوق وكنت صغير ايوب صح؟ الله اكبر كنت مقطع دكان شو اسمه دكان حاجي ايه 24 ساعه بالسيكل حتى لو يعني اسير اشرب مي بالسيكل. جرب بس كابتن محمد جرب تركب على الدراجة. ايوه صعد فوق. لا ما يروم. لا حاسب بالحلال. شو حاسب؟ لا ما لا اوكي. هذه اللعبة اعصابي قبل اللعب صح؟ شو انا انسان متمرس. يعني ما عندي شرح مضبط السيت ومضبط اموري. انا احب اللي يتحمس قبل التمرين زين؟ الحين بنشوف. بنشوف زين شو اللي بس الحين بننتقل الحين من هني. يسلم الله يخليك على يسلمك تمام اوكي. زين كيف انت ما احسه شوي مرتفع شوف. لا اللي تحط المشط في على الارض اوكي وشوي نازل بس اليوم اوكي يعني تمام اليوم وايد اوكي. طيب شو قلت ننتقل وين؟ بنتقل على درب الدراجات لانها مضمار الجري وبنبدا هناك ان شاء الله. طيب وتغيير الغيار الجير السيكل كيف؟ الحين بنتعلمه ونحن نسوق احسن. في تغيير بعد هني؟ ايه في تغيير امامي وخلفي. انا تعمدت اسال هالسؤال لان يعني اساس ان محمد ناسي. انا ما اعرف كيف اردت. خلنا ننزل احسن. اوكي. الأماكن الموجودة في الدولة أنك تقدر تتمرن فيها أي شاب يلتحق بنادي يلتحق في, 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 في جهة مثلاً تدعمه على أساس أنه يتمرن وشو الحدائق الموجودة في الدولة أنك ممكن تتمرن فيها؟ في بالعكس القيادة خاصة في هالفترة الحين بدأت من السنوات الأخيرة طفرة مثل ما نقول في الدراجات الهوائية
قامت تنبني مضامير، قام في تصير رعايات للانديه الافرقه، وبدا فريق سكاي دايف دبي. هاي اول سنه واول فريق محترف على مستوى الامارات، فهاي اشياء كلها تدل ان في اهتمام من الحكومه ومن القياده لهالرياضه ولتوعيه الشباب انهم يمارسون هذه الرياضه. واقبال الشباب على مثل هالنوع من الرياضات؟ مثل ما قلت لك استاذ ايوب، ان قبل طواف دبي شوي كان الاقبال شوي خفيف على رياضه دراجات الهوائيه، انه كيف ريال يسوق دراجه، ريال كبرك يسوق دراجه، بس الحين لا، تغيرت الفكره وتغيرت ثقافه الشباب نفسهم، هم نفسهم قاموا يدورون على دراجات، يسالون اي دراجه افضل، شو الفرق بين هاي وهاي، فشي يساعد وايد ان الشباب يسوقون دراجات ويتمرنون. واللي ساعد اكثر ان انبنت عندنا مضامير دراجات هوائيه. كابتن محمد، يعني الاجواء اللي تساعدكم على التمرين او الطقس المناسب فصل الشتاء في رمضان، كيف كنتوا تتمرنون؟ نقولها ايضا للشباب. اكيد في فرق التمرين في الشتاء وفي الصيف او في رمضان او في المواسم الباقيه يختلف. مثلا في الشتاء نقدر نطلع الساعه 10 نتمرن والجو يكون مناسب لك، بس في الصيف ما تقدر تطلع مثلا متاخر، تكون الحراره مرتفعه، فاذا ما اذا طلع في الحر يجيك جفاف اسرع، فنطلع الفير. في رمضان الجدول كامل يتغير، فالتمرين بدل ما يكون في النهار او في الفتره المسائيه يكون في الليل. يعني بعد صلاه التراويح نطلع نتمرن الين الساعه 12 وحده اثنتين، متى ما نخلص التمرين خلصه. فبدال ما تكون يعني الصبح ليل والليل صبح يكون عندنا. حلو، يعني حتى البرامج في الليل يعني في رمضان تفرق، صح ولا لا؟ انا اتخيل شيء ثاني، اتخيل هل بيأتينا موسم احنا يعني اللي رحت كوريا، رحت دول شرق اسيا، تجد ان هذه وسيله نقل فعاله عندنا. صحيح، صحيح. لكن احنا دوم نتعلق بالجو، في احنا لو طلعنا صيفنا حلو يا محمد. نحن هنا عندنا الصيف مثلا نقول، بس هم عندهم كيف تكون امطار زياده. صحيح، فهم عندهم معوقات ونحن عندنا معوقات، بس حتى الثلوج عندهم في فترات ما يقدرون يتحرك. ما تزلق في المطر؟ لا تتعود عليها والله. هي تتعود ما تزلق. زين الحين انت لا تزلقني. يلا بسم الله، انت بتشوف الحين بتيك العلوم الطيبه. زين سؤالي انا بعطيك سنه جدومي. زين انا الحين بسالك سؤال ايوب، ما بسال كابتن محمد، نحن ليش نفتقر هالثقافه؟ دوم نتعلث نحط له عده عقبات على اساس ما نسوي شيء ناجح او نشوفه ناجح. يعني شوف سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد لما طلع بالمضمار ابو ظبي، يا اخي منظر جميل جدا. صحيح، وشجع كثير من الناس، وشوف ما شاء الله يعني فضل من الله سبحانه يتمتعون باجسام جيده، صحه جيده، الهي لك الحمد، عسى الله يطول في اعمارهم. احنا يا اخي خلاص صار عندنا اعمال الذهن اكثر من الجسم. صحيح، فما قمنا نستخدم الشغلتين. لو ترجع للاولين تجد انت مسألة الغوص، الذهاب للغوص. صحيح، الذهاب في حركه جسديه ذهنيه. صحيح، اما احنا بس سبع ساعات على المكتب تحريك الذهن فقط، صارت اجسامنا يا اخي باريه. يعني لازم تحسن شوي وضعك محمد، انت وضعك صعب. بعدين لازم اخفف شوي. مساله البرستيج ايوب، يعني يقول لك انا برستيجي ما يسمح لي اني اركب سيكل. قمه الهرم عندك، يعني هم قايمين بهذه الرياضه. كابتن الجوتي عندك يعني احسها في فرق، ما اعرف في حديد جواتينا احلى يعني نحس كالوان. صح، جوتيك احلى. صح، بس في الدراجه في التمارين الطويله وفي السباقات تحتاج هالجوتي. يعني ها ما ينفع؟ في السباقات ما ينفعك. ليش؟ لان هالجوتي نفسه مثل ما انت شايف الدوسه فيها فرق شوي هنا. فالجوتي نفسه في قطعه يكون في لوك على الجوتي نفسه فيركب، فتستخدم الجوتي كيف انك تدفع فيه وفي نفس الوقت تسحب فيه. يعني ثابت، هو متعلق. أيوة، كان ثابت متعلق. زي هاي يوم تطيح ما يسبب لك مشكله؟ يتبطل روحه. فاوريدي يوم تلف ريلك على برا، يوم تطيح تماتيك تطلع برا ريلك. واللي بيطيح من دون هالحركه ايه لا لا يروم يطيح، حط ريله قبل لا يطيح. لا بس احنا جواتينا يعني حق المولات احسن. وايد احلى. لا رياضه رياضه رياضه. فانت بس حق السيكل، لكن احنا بتاع كله. زين كابتن، الحين بما انا مستعد شوف المسكه انت. شوف المسكه، مسكه احترافيه. جرب تمسك من هنا. كابتن كم بنعلم محمد احنا حبيبي ايوب. طيب الحين تبدا معاه. يلا تروحون انت وايوب، بتعطينا صايحك، بتشوف كيف يتقبل من عندك. اليوم متدرب، اليوم متدرب. عليك خبير، احنا بنتبادل الخبرات. اكيد اكيد. طيب انا بتابعكم وان شاء الله بكون مع كابتن محمد بعدين. تفضل استاذ كابتن، تفضل تحرك. يلا بسم الله. بسم الله كابتن مستعجل. يلا شباب تفضلوا.
يا كابتن محمد. كابتن يعني انت هذه الهوايه منذ الصغر، وكيف وصلت يعني لمرحله الاحتراف؟ والله هي سالفه طويله، بديناها في سنه 2000 تقريبا. بديت دراجات شوي شوي، درجنا، بديت نادي الامارات لين وصلت نادي الاهلي ودخلنا المنتخب الحمد لله. احنا عندنا في كل رياضه او في كل مهنه او في كل فن شخص يتقنه تكون يكون له مثلا واحد يلهمه، واحد يقتدي فيه. يعني أكيد. بالنسبه لرياضه الدراجات هذه ما ادري انت تشوفه منو؟ والله شوف، في محليا وفي عربيا وعالميا. من الاسامي المحليه كابتن حميد محراب كان قدوه لي، ومن العربيه في الكابتن رافع شتيوي اللي في قبل لما كنت صغير ناشين اذكر مجله سويت فيها مقابله قالوا منو قدوتك عربيا؟ قلت لهم رافع شتيوي، لاعب تونسي هو. والحمد لله ان هذا اللاعب الحين معاي في فريق سكاي دايف نفسه، ما شاء الله معاي في نفس الفريق. وعالميا كان ارمسترونج، لانس ارمسترونج، ولكن بعد فضايح من النشاطات وهاي فشوي شوي تغلغل خلخل مثل ما يقولون، وحاليا تشوف البرتو كونتادور. زين انا كابتن، انا اسوق سيكل واخذ يمنة ويسرى، فما ادري اذا غير وضعية ايدك الحين. وضعية ايدك كذا، جرب تمسك من هالمكان. طيب ايوه، بتثبت زياده، وشو اللي بيكون عندك يعني ادفانتج او انه صفه زياده انك بتكون قريب من البريك. حلو، انت يعني اي شيء صار قدامك حصاد قدامك الحفره تكون قريب من البريك. طيب بالنسبه للاعبي كره القدم مثلا، بعض الاصدقاء مثلا خاصه المدافعين يقول احنا اللي بغينا مثلا نستفز المهاجم نقوم نسبه مثلا، نعق عليه كلمه على اساس يعصب ويقوم الحكم يطرده. انتم هذه المساله عندكم حتى مثلا العب وسك مثلا بهاي الطريقه تصير بالكلام بالفعل بعد؟ لا مثلا اجيك مثلا المكان والف عليك ما يخاف الله هذا، فشو الحكم ما يخاف الله، الحكم يكون في سياره. طيب فمثلا الحين ما شاء الله اللعيبه ورانا والحكم ورا، انا الحين لفيت عليك الحكم ما بيشوفني صح، فشو هالاشياء شوي تنرفز، بس اللاعب مع الايام مع خبرته فيتجنب هالاشياء ما يتنرفز، لان من يتنرفز لو كان لاعب قوي ما بينجح في السباق ما بيفوز. طيب انا يعني الان البترول اذا خلص شو تسوون انتم؟ نعبي بترول. طيب كابتن في هالممشى ممشى الخوني كم لفه تاخذ لك؟ لو 30 كيلو ممكن 10 لفات. ايه تقريبا، ايه 10 لفات. نحن لفين اللفه الاولى، هاي اللفه الاولى وش صار فيني؟ معقوله؟ في اشياء تعوض فيها، مثلا تشرب ماي، في دبات ماي تكون مثلا تعوض. انا مشكلتي كابتن مثل السكريمه اذوب في باشعه الشمس، لكن الفرجاوي عنيد ما يسمع الكلام، قلنا له خذنا لعبه التيله، خلينا نلعب تيله، خلينا نلعب شيء شيء يعني رياضه بسيطه. بالعكس انت بتحب اللعب وصدقني بتاخذ لك دراجه. لا والله ممتعه كابتن، صراحه اقول لك ممتعه. لا افضل من دراجه البيت هاي ثابته ونشوف. لا ثابت ممل. ايه من مسلسل لمسلسل. وين الفرجاوي؟ موجود. اوكي؟ ايه هذا هو، بس يصور و البريك الوراني ليه ما تخف السرعه؟ عقب نوقف. صباح الخير. انا كنت اسخن طبعا على اساس الحين ادخل اللعب. شو تاخرتوا؟ كابتن احنا ميزتنا ان رياضيين على مستوى زين، فالمبتدئين شويه تحس انهم يعني. كابتن شو اخبارك؟ امس سخنت؟ نعم اخوي سخنت خلاص؟ لا خلصنا. كم خذيت؟ 3 كيلو؟ سوي انا لفه 3 كيلو 200 متر. 3 كيلو زين. طبعا هم سووا نفس ما قال كابتن محمد 3 كيلو. المفروض الحين انا مع كابتن ايوب وكابتن محمد، المفروض مع كابتن محمد صح؟ اخذ جوله بس ما باخذ جوله. الحين انا بدخل على طول السباق. يوه انا مستعد من الاخر. لا هذا غش. شو الغش؟ غش تجاري. اللي هو؟ انك يعني خدعتني. في؟ خلصت البترول كله انا. يعني انت على اساس لازم اعبي. الحين تعبته. يعني اجرب بعدين ايوب؟ انت فرش الحين بعدك جاهز. زين ما في مشكله. باخذ على السريع. انت وش رايك تسابق الهواء؟ صدقني بتغلبه صدقني. زين انا باخذ مع كابتن محمد لفه سريع وبرد تكون مستعد نبدا سباقه. صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اقول خذ لفه لفتين وياه وسابق كانك كنت تسابقني.
وسابق ظلك بتحصلني وراك. ليش؟ تعال يا محمد تعال. زين بخليك تريح. يعني انتوا خدعتوني اولا، المفروض اسخن شوي يعني على الاقل. طيب. رياضه الكرسي اي شيء من هالقبيل. ما سويت شيء. والله تعليمات المدرب. طيب اذا جاسني شد عضلي. ما شاء الله عليه. ايش يعني؟ في اشياء مثلا اثناء السباق في لها حلول، وبعد السباق لها حلول مثلا اثناء. ومتى يكشد؟ اذا كان في الجزء الاول من السباق حلو، يكون التسخين مو مضبوط 100%. اذا جاك في الجزء الاخير من السباق زين، يا يعني انك تمرين ناقص، يا يعني انك ما تاكل في السباق. حلو انزين. طيب انا يعني شد من ركبت السيكل. مو طايف. لا هذا خوف. هذا خوف. انا اقول لك على شيء. انا باخذ لفه بسيكل خلاص، ما باخذ سيكل. اي زين وبروح معاهم لفه سريعه 10 دقائق. احنا عندك 3 دقائق يوصل 3 دقائق. احنا نمشي 60. لا ما نوصل 60. طيب احنا نمشي بسرعه 10 دقائق تريح. يلا ناخذ لفه سريعه ورادين. زين اوكي. وين الهمبرجر اللي موجود هناك؟ الهمبرجر. يلا يعطيك العافيه. يلا كابتن. جربت شوي مع كابتن محمد، خذينا لفه طبعا، بس ما اعرف التقييم. شو التقييم كله يعني مقارنه بيني وبين كابتن محترف ايوب؟ ما في وجه للمقارنه يا اخ محمد. ليش يعني؟ زي خلي كابتن يقول. شو كابتن؟ 100 100. شو ال 100 100؟ اثنيناتكم 100 100 يا كابتن. عن الحركات كابتن. يا كابتن شو منو كان احسن؟ لا الاثنين 100 100. ترين 100 100. زين الحين بنجرب. ولكن لفت كانت اسرع. لفتي كانت اسرع والفاهم يفهم يعني ما لان كنا نسولف. كابتن حبيبي انت. طيب ايوب شو التجربه؟ يلا نسابق الحين وبشوف. قبل السباق شو كانت التجربه؟ والله تجربه ممتعه جدا ورائعه جدا. حسيت اني انا قدمت معلومات مفيده للكابتن محمد يعني. الحمد لله. وحاولت اني اضيف يعني لرياضه الدراجات الهوائيه لكن ما في فايده. كنا استفدنا ما في فايده. استفدنا منك وايد. استفدنا كثير. يعطيك العافيه محمد. والله نصيحه بس توجه للمشاهدين. شخصيه اعلاميه جربت هالتجربه في برنامج جربها مره. شو تقول للمشاهدين؟ والله هي تجربه رائعه للمحترفين، اما للمساكين اللي مثلي ما انصحكم يعني. طيب كابتن ختاما انصحكم على الصراحه عكس كابتن ايوب، انصحكم انكم تمارسون هالرياضه، انصحكم انكم تجربونها. إذا جربتونها بتحبونها. طيب ونحن في ختام جربها مرة، نحن بنبدأ السباق نفس ما قلنا، لكن كابتن أيوب قال يعني الله يخليكم بالإحراجات خلونا. لا 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 خلينا نسابق ونشوف. نحن بنسابق. يلا وبنشوف من بيفوز. واحد اثنين. لحظة شوي. عندي لعب. أقول لك طفناهم. عن تنزل في لفة في لفة. بطوفة. لا غش. دقيقة محمد أبوي مع السلامة. يا ريح قص علي. شكرا على المتابعه. بخلي ختام عند ايوب وانا بطوفه. اي ختام خلصنا. نحن وصلنا للختام. كنت متفق مع ايوب ان لو انا طفتك انت اختم. ايوب خلاني اشرد واقف وراي، تعب شوي لكن الحمد لله مشت الحلقة على خير. شكرا على المتابعة. تابعونا إن شاء الله في حلقة أخرى نجربها مرة، وشكلي بدعمكم. طريقة شو ولا؟ شوف هذه الدليل اللي أنا مشيت 20 كيلو تقريبا. أي 20 دقيقة. أجل بالله عليك. زين. غش. تعبت يا محمد تعب. زين بخليك تريح. يعني أنتوا خدعتوني أولا، المفروض أسخن شوي يعني على الأقل. طيب. رياضة الكرسي اي شيء من هالقبيل. ما سويت شيء. والله تعليمات المدرب. ما كذا جرب تمسك من هالمكان. طيب ايوه بدت زياده. وشو اللي بيكون عندك يعني ادفانتج او
صفة زيادة انك بتكون قريب من البريك. حلو، يعطيك العافية كابتن. الله يعافيك. ما عندك عصير تانك؟ يعني على اساس ال رمضان بس رمضان. اي بعد الافطار، بعد الافطار 100 100 100 100. زين جرب الحين انا يا عمي، جرب وخلص.